مباراة اليوم العشية بملعب رديف بين النجم المتلوي ونادي الإفريقي كانت قاب قوسين أو أدنى إنها تتلغى. الامن هو اللي رفض باش يامن المقابله، ما انا قالك انا ما نجمش الفول هذه ما نجمش نخرجها، والقرار هذايا ما انا علمنا به السيد رئيس المنطقه نتاع الرديف اللي ما قالك ما نجمش نامن المقابله، ما عنديش تعزيزات كافيه، وان بليس قالك انا بالنسبه للجمهور هذايا فما وضعيه ملعب الرديف، وضعيه ملعب الرديف راهي وضعيه كارثيه خاطر السور قصير برشا. التصرف هذايا وهالاقتحام للميدان من جمهور السياح ما جاش من فراغ. للأسف الشديد ربما تم تدوينة خرج أمس من طرف أحد أحباء نجم المتلوي معناها ربما مس فيها بعض من جماهير معناها الرديف، هذيك اللي كانت معناها أجت الأوضاع وشنجت الأمور شوية. اليوم معناها فني تهاطلت معناها فني أحباء النادي الإفريقي معناها من المتلوي ومن معناها الرديف ومن الجهة ككل معناها لتشجيع معناها النادي الإفريقي، وكيف ما تعرفوا معناها ملعب الرديف ماهوش مؤهل باش يحتضن معناها فني لا معناها فني لا لجماهير من الفرق الزائرة لأن فيه مدارج واحدة. بك علاش معناها فني لا خيرنا باش معناها وطلبنا معناها من الأربيتر، حتى الأمنيين هم بداية متخوفين معناها من إجراء المقابلة، وبالتالي طلبنا فني لا عدم إجراء المقابلة. مازلنا فما شيء هي المعلومه من عند لكم الواحد الكوارديناتور دي ماتش. نحن مازلنا نشاوروا مازلنا ان شاء الله فما كان خير. انت كومتريو اربيتر سامحني شنو الموقف نتاعك انك انت بالنسبه اون ريفولون لا ديزينياسيون كيف جات من الاف تي اف اي فيو لي كونديسيون تاويك دون لا مان كورون ما نجمش نعطي حتى ديكلاراسيون. عشقول في كل الحالات اجراء اللقاء من عدمه كان رهين محادثات ونيغوسياسيون بين جميع الاطراف المتداخله في الماتش، وزارة الداخلية، جامعة، حكام وجمعيتين زاد. سي بوجلال المعطى الجديد اللي وصل هو أنه المباراة رغم قرار السلطات الأمنية أنها ما تلعبش، لكن عندنا معطى وأنه يقول أنه جاء قرار يقول أن المباراة لازم تلعب. تو أنت كنت مع تريو أربيترال شو قال؟ شنو هي لا ديغنيغ ديسيزيون؟ والله ديغنيغ ديسيزيون جو كروا كيل فول فير جوي الماتش. لو تريو أربيترال هذايا. أي يقول لك أنا نلعب الماتش. بعد محادثات وقعت مع الوزارة الداخلية ومع الفيدراسيون ومع الاتحاد. لي كونديسيون توا لي ريتم توا يل بيرميت دو جوي لو ماتش ولا لا؟ يفرغ التيران نلعب واحد. لي كونديسيون معناتها حسب رايك انت البرميت جوي لو ماتش ولا مازلنا الوقت محمود ابارامون لا ديسيزيون ايتي بريز باش تلعب بالمقابله هاك تطلب انت في الفيريفيكاسيون دي ليسونس فضي في العباد وبرا سي عبد فضي في العباد من بعد في العباد على البستير نتاعنا سامحني سي محمود هذا سي لو ترافاي نتاع لي فورس دو لوردر تفضي في العباد في الاخر. وبعد اكثر من 50 دقيقه تاخير قرر حكم الماتش نصر الجوادي اعطى ضربه البدايه للمباراه.